موسى عليه الصلاة والسلام قال له الذي على العرش تبارك اسمه الكبير المجيد سبحوه كبروه، قال ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لأن الله ضرب له أجلا يلقاه فيه، شيء وقت الله لموسى ميقاتا يأتيه فيه موسى، فأتى موسى قبل الميقات. ليه؟ حبا بربه وعجلة للقاء الله، ولو أن أحدنا فعلها لكان له فيها عذر، ولا لا أخوانا؟ تلقى الله قال لك ائتني في العاشر من محرم كيف تصبر؟ فلو يعني رأيت نفسك قبلها بيومين قال لك ائتني في العاشر من محرم عند الشجرة وعلمت الشجرة والمحل، فلعلك تذهب قبلها بعام حبا وشوق. فذهب موسى قبلها، فلما لقيه ربه، طبعا الله ما عاجل بعجلة موسى، فلما لقيه في الميقات قال الله ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال لاحظ، ما أعجلك عن قومك، عن للمجاوزة، يعني في عجلتك تجاوزت قومك، فقال هم أولئي على أثري، يعني هم على السنة، قبل ما أخرج ثبتهم وقلت لهارون خلفني في قومي وأصلح، فيعني جيت وأنا متأكد، هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال الله فإنا قد فتنا قومك من بعدك. فألو لبث موسى في قومه إلى الميقات الذي ضربه الله ما ضل قومه، ولكن الله شاء وكتب، واضح؟ فلو بدا لك الأمر صالحا لا تعجل، عندك كتاب وعندك نبوة فاقض بالكتاب والنبوة. فموسى عليه الصلاة والسلام عجل 10 أيام، يعني أجى قبل الميقات بـ10، هو الله وقت له 30، شو وعدنا موسى 40 ليلة، هم كانوا 30، فأجى موسى قبل 30 بـ10 أيام، فأتمها الله 40، ما روحوش. قال وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بـ10، فصاروا 40، إنما كان الميقات 30. فرجع موسى فوجد قومه لا يعبدون العجل، اتخذوا العجل. ماذا قال الله؟ قال اتخذوا العجل. شو يعني اتخذوا؟ نحن المؤمنين نقول كما قال الله، ولا مرة قال الحكيم في الكتاب عبدوا العجل أبدا، كل المرات اللي ذكر فيها العجل ها كلها قال اتخذوا العجل، هو يعلم ما يقول، تبارك اسمه مجدوه.